اعلنت هيئه تنظيم سوق العمل الاطلاق التجريبي لخدمه التفتيش الافتراضي والتي تاتي بهدف تقليص فتره انتظار الزيارات التفتيشيه لرفع المخالفات الاداريه بنسبه 60% وفي هذا السياق أكد السيد براس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن الهيئة مستمرة في تطوير كافة اجراءاتها بما يوفر كافة التسهيلات للعملاء ويسهم في سرعة الانجاز بكفاءة وجودة عالية مشيرا الى استحداث الخدمة الجديدة والبدء في تقديمها للجمهور بصورة تجريبية على أن يتم إطلاقها بصورة رسمية نهاية العام الجاري